أهلا بالسادة المشاهدين ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج مع الحدث. اليوم نناقش موضوع قانون المالية لسنة 2023 الذي دخل حيز التنفيذ أو التطبيق منذ 3 أيام منذ دخول السنة الجديدة 2023. القانون الذي خصص له أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر ينتظر منه الكثير في دفع عجلة الاستثمار، الاقتصاد، التنمية، وحتى في الجانب الوضع الاجتماعي، مادام أنه حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. هو قانون كان فعل خير بالنسبة للكثيرين من موظفين وشباب وعلى الوضع الاجتماعي بشكل عام. نناقش ماذا ينتظر الجزائريون من دخول تطبيق قانون المالية لسنة 2023 رسميا من قرارات ومن مشاريع وغيرها مع رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني السيد الأخضر سالمي. مرحبا بك أستاذ الأخضر. مرحبا، مساء النور الأخ زكي، جميع الطاقم. مساء الخير ومساءك سعيد وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. الميزانية الحالية خصص لها تقريبا أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر المستقلة بنحو 100 مليار دولار. ماذا ينتظر من هذه الميزانية أن تحقق من أهداف على أرض الواقع؟ طبعا هو كما صدر في الجريدة الرسمية لسنة 2023 هو صدور يعني قانون مالية لسنة 2023 الذي يتضمن يعني مختلف الأحكام، وبالإضافة إلى ميزانية الدولة، وهي طبعا كما تعلمون وكما صيغ لها أن تكون من طرف السيد رئيس الجمهورية أنها تكون أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال. طبعا هذه الميزانية مرتقم منها أنها تكون لها آثار إيجابية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى السياسي أيضا. سياسي، نعم، كي نقول السياسي كي نقول يعني الآثار الإيجابية السياسية هو تلك الثقة المرتقب ان يعني تتودد بين الدوله ويعني ومؤسسات الدوله يعني والمواطن الجزائري. ايضا كي نحكي على الاثار الايجابيه الاجتماعيه يعني نتكلم على سياسة مراجعة الأجور، وهنا نقف يعني لكل طبقة الشغيلة والطبقة العاملة في القطاع العمومي الوطني، يجب أن نقف تحية اقتدار وإجلال للسيد رئيس الجمهورية وقراراته لاستجابته السريعة مع متطلبات الجبهة الاجتماعية، خاصة طبعاً أن ملف زيادة في الأجور لم يفتح منذ سنة 2012 تقريبا، يعني هو قرار جريء من السيد رئيس الجمهورية، وطبعا يدخل في إطار تعهداته 54 بتحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري وكذا مراجعة الأجور. أظن أنه التعهد 29 والتعهد 33 للسيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية ماضي في التطبيق يعني سياسي، خاصة من خلال الحماية الاجتماعية للمواطن، خاصة المواطن البسيط والطبقة المتوسطة. طبعا سياسة مراجعة الأجور هذه لم تكن يعني كانت يعني لجميع موظفي القطاع العمومي او قطاع الوظيفة العمومي بزيادة في مجمل او جميع النقاط الاستدلالية لمختلف الشرائح، خاصة الطبقة الضعيفة والطبقة المتوسطة طبعا، والغرض منه هو يعني القضاء على الفوارق الاجتماعية وتعزيز حماية يعني حماية نقول مستقبل المعيشي إن صح التعبير للمواطن الجزائري، والحفاظ على قدرته الشرائية يعني نتيجة لمختلف الضغوط التضخمية والتزايد في الأسعار طبعا اللي راجع لمختلف الأزمات. فعلا بالنسبة للأستاذ سلبي، بالنسبة لزيادة في الأجور، هل ستكون أيضا ربما قانون المالية قرر أنها تكون بأثر رجعي أم أنه تكون ابتداء من الفاتح جونفي بالنسبة للفئة التي حددها الرئيس في بيان مجلس الوزراء سابقا، موظفين ومنحة التقاعد وحتى منحة البطالة أيضا؟ لا، هي تكون ابتداء يعني منذ ابتداء من صدور قانون المالية، يعني ابتداء من أول جانفي سنة 2023. كإضافة أخي الكريم، هو سياسة رئيس الجمهورية في دعم الجبهة الاجتماعية لا يقتصر على مراجعة الأجور فقط،
يعني مراجعة الطبقة الشغيلة، هو فيه يعني تعزيزات يعني لمختلف الشرائح، يعني في القدرة الشرائية لمختلف الشرائح. لا ننسى المعوقين اللي تم رفع من حتى هم من 4000 دينار يعني ال10000 دينار عفوا، بالإضافة إلى المنحة الجزافية للتضامن، بالإضافة إلى مختلف يعني المنح الدراسية لحوالي 3 ملايين معوز، وكذلك يعني التدخل الاقتصادي للدولة يعني في مختلف المجالات اللي راح تعود بالإيجاب وعندها الأثر الإيجابي مباشرة على يعني تحسين القدرة الشرائية والإطار المعيشي للمواطن البسيط. بمعنى أن الوضع الاجتماعي خرج منتصر من قانون المالية سنة 2023 طبعا خرج، خاصة في جانب القدرة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. طبعا خرج منتصرا يعني القطاع الاجتماعي، وخرج المواطن منتصرا، وهذا الشيء راح يعزز أيضا يعني الأثر الإيجابي الاقتصادي لهذه الزيادة في الأجور. يعني طبعا نحن نعلم أنه كل زيادة في الأجور راح تأثر على الطلب العام أو الطلب الاستهلاكي العام للمواطن، وبهذا يتطلب يعني وفرة يعني كمية من السلع والخدمات التي تلبي حاجيات المواطن. وهنا يجب على الطبقة الإنتاجية أو الطبقة المنتجة أن تتحرك تواكب هذا الطلب الفعال أو الطلب الاستهلاكي الفعال. يعني الطبقة المنتجة يجب أن تتحرك يعني سواء توسيع في الاستثمار أو يعني تجسيد استثمارات جديدة بما يعني يحقق طلبيات ورغبات وحاجيات، لأن هذا ما يتخوف منه المواطن. أستاذ سالمي، نعم نرفع في الأجور، هذا شيء لا يرفضه أحد ويرحب به الكثيرون، ولكن أيضا في المقابل من ذلك يتخوفون من قضية الرفع من الأسعار. هذه المشكلة التي ربما تؤرقهم، ماذا ربما فعل القانون من أجل ضبط وكبح عدم الرفع من الأسعار بالمقابل للرفع دائما من الزيادات في الأجور بشكل دوري، لأننا نحن في المرحلة الرابعة الآن من رفع الأجور. أنت تعلم أخي الكريم هو أنه يعني المعادلة الاقتصادية وتفرض أن استقرار الأسعار أو موازنة يعني الأسعار تخضع للطلب والعرض، وبالتالي يعني استقرار الأسعار مرهون يعني بوفرة المنتجات. يعني الجزائر ماضية في يعني في فتح مجال الاستثمار يعني لتوفير العرض اللازم من مختلف السلع والخدمات يعني للحفاظ على استقرار الأسعار، بما يسمح للمواطن يعني باقتنائها واستهلاكها بأسعار معقولة وتكون عنده القدرة الشرائية اللازمة. والسيد رئيس الجمهورية يعني كان قد استجاب مسبقا بزيادة في نظن في مارس أو أفريل، والآن يعني فيه زيادة أخرى، وستكون بإذن الله يعني زيادة مرتقبة في سنة 2024، وهذا طبعا استجابة يعني للتغيرات العالمية خاصة في السلع الأساسية يعني للمواطن الجزائري. على أن تصل نسبة الزيادات العام المقبل في حدود 47%، يعني معنى الذي كان يخلص 3 ملايين يقول لي 4 ملايين وربع 100 4 ملايين لا هو يعني نتكلم على الطبقة الضعيفة أو الطبقة يعني الطبقة الضعيفة وطبقة الهشة، يعني في زيادة بمعدل 150 نقطة، تم إضافة يعني 75 نقطة استدلالية لسنة 2023 و75 نقطة استدلالية في يعني حتكون في سنة 2024 بمعدل طبعا قيمة 45 دينار جزائري للنقطة الاستدلالية. يعني السائل يطرح سؤال لماذا لم يتم الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية أو كما يعرف الرقم الاستدلالي، ولم يتم الرفع من النقطة الاستدلالية. لو تم الرفع من قيمة الاستدلالية راح يأثر على يعني مختلف الأصناف الموجودة يعني من 1 إلى 17، ولكن الغرض منه هو سيد رئيس الجمهورية القرار وموجه لذوي الدخول الضعيف والدخول المتوسط بما يضمن يعني تقليص من الفوارق الاجتماعية بين المواطنين. لأنه لو يتم الرفع من النقطة الاستدلالية يستفاد صاحب الأجر القيمة الاستدلالية صاحب الأجر العالي يعني سيستفيد في مقابل الأجر الضعيف، ربما يكون عنده زيادات 2000 دينار أو 3000 القيمة. وهذه هي العدالة الاجتماعية التي ينشدها السيد رئيس الجمهورية.
نعم. طيب في قضية الجانب الاقتصادي أستاذ الأخضر سلمي، ماذا ينتظر أيضا قضية حصة رفع القيود عن الاستثمارات المجمدة، قضية أيضا دفع استثمارات ربما جديدة في كافة المجالات؟ هو يعني بالمناسبة يعني في إطار ترقية الاقتصاد الوطني يعني تشجيع الاستثمار، يعني كان في وقت قياسي تم صدور يعني قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية المرافقة 8، وهذا طبعا في إطار إعطاء الثقة اللازمة يعني للمستثمر يعني الوطني والمستثمر الأجنبي، يعني لإعطاء الضمانات القانونية اللازمة لتكون عن لديه الدافعية اللازمة لإقامة استثماراته وتجزي استثماراته يعني في داخل الوطن، بالإضافة إلى تكييف النظام المؤسساتي يعني المكلف بتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار. قد لاحظنا يعني تدشين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي كانت تسمى سابقا الوكالة الوطنية يعني لترقية لتطوير الاستثمار، يعني حتى في الإطار الشكلي يعني أعطي لها صبغة جزائرية يعني التي يترأسها السيد عمر ركاش دوليا. طبعا كل هذا يعني راح يعطينا صوره واضحه للاستثمار. هذه الوكاله يعني منوطه بالوقوف ومتابعه وتنفيذ وتجسيد يعني مختلف الاستثمارات ممتاز. هذا طبعا مع صدور يعني قوانين جد مهمه كقانون النقد والقرض اللي يسمح بالمرونه، راح يعطينا اكثر مرونه في تمويلات يعني للمستثمرين، تمويل المالي يعني قصدي للمستثمرين، واعطاء صوره واضحه ومرونه ايضا في التحويلات الماليه لراس مال الاجنبي، ويكون هناك يعني شفافيه في الاستثمار. وجب ايضا اليوم انه لازم اظهار مقدرات الدوله الجزائريه والمقدرات الطبيعيه للدوله الجزائريه، ونقول مقدرات يعني كل ولايه، وهنا يعني نخاطب يعني الجامعات المحليه والساده الاولات لهم الدور الكبير يعني في هذا الشان لابراز مقدرات الطبيعيه لكل ولايه، يعني وتكون ضمن منصه الوكاله الجزائريه لترقيه الاستثمار حتى تكون ماده جذابه للمستثمر الوطني والمستثمر الاجنبي. بالنسبه ايضا النقد والقرض، طلعتم على هذا المشروع استاذ سلمي؟ هو في الحقيقه يعني قانون يعني تم مصادقة عليه مجلس الوزراء، ولكن لحد الآن لم تتم الإحالة يعني لإحالته على المجلس الشعبي الوطني اللي تتم مناقشته على لجنة المالية ومناقشته ومصادقة عليه يعني في المجلس الشعبي الوطني، ولكن يعني فيه بعض النقاط الواردة إلينا أنه هو قانون، يعني تكلم عليه السيد وزير العدل السيد رشيد طبي، هو أنه قانون طموح جدا اللي راح يعطي شفافية ويعطي مرونة أيضا في السلوك، وأكثر ضمان يعني السلوك المالي للمعاملات ممتاز. أو للمتعاملين في علاقتهم مع مختلف البنوك الجزائرية ويعني والمصارف، وسيتم استحداث أيضا مكاتب الصرف، ويعني راح يعزز صلاحية مجلس النقد والقرض بما يسمح به يعني إعطاء أكثر سهولة في منح الاعتمادات للبنوك، سواء بنوك تجارية أو بنوك الاستثمار، أو سنشهد أيضا البنوك الرقمية إن شاء الله. بالنسبة أيضا لهذا القانون، يعني لم يتم إضافة أي ضرائب جديدة مهما كان شكلها على الموظفين أو يعني الشعب الجزائري بشكل عام. وهو مكسب يعني هو مكسب يعني للمواطن الجزائري، يعني نحن عادة لما نشهد ضرائب راح تأثر يعني بطريقة غير مباشرة على دخول الجزائريين، يعني ما فيه ضرائب وفيه زيادات في الأجور، أظن المواطن الجزائري راح يكون يعني فيه تحسن كبير لواقعه المعيشي ولقدرته الشرائية. الصيادلة أعلنوا اليوم أنهم سيدخلون في إضراب في 16 جانفي الحالي، نظرا لما وصفوه استحداث ضريبة جبائية غير معقولة على حد تعبيرهم. هل هناك ربما استحداث فعلا ضرائب جبائية على هؤلاء جديدة؟ يعني في حقيقة الأمر يعني حسب دراستنا القانون المالية ما نظنش أنه الضرائب المدرجة ضمن أحكام
القانون المالية أنها راح تأثر بصفة مباشرة على الصيادلة، ولكن نظن أنها راح في إطار أو في إطار الشمول المالي أو في إطار تبسيط وتسهيل الإجراءات الجبائية، أنا ما راح نظن مش راح يأثر على بالنسبة للاعتمادات المالية سيتم توزيعها، ما زال ما تمش توزيعها على القطاعات الوزارية. من المنتظر توزيعها يعني في نهاية الأسبوع، أنه كل دائرة وزارية راح تحصل على يعني الاعتمادات المالية المنوطة بتنفيذها على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي. أيضا هناك قضية ملف السيارات، ربما أستاذ إذا كان عندك إجابات على حول هذا النقطة. الكثير يعتقد بأنه أول سيارة ستدخل مع الفاتح من جونفي. قضية الاستيراد السيارات حسب ما ينص عليه القانون المالية ربما سيكون، ربما حسب بعض المختصين يقول لك مع الثلاثي الأول من العام الحالي. بالنسبة لاستيراد السيارات للأفراد للأشخاص، ماذا جاء من تحفيزات خاصة في قضية الرسوم الجمركية وغير ذلك، أو إعفاءات ضريبية أو تخفيض ضريبي؟ شوف أخي الكريم، في إطار هذا استيراد السيارات يعني هو الملف هذا جد وشائك، شائك وجدير بالاهتمام والاهتمام الدقيق جدا من طرف الشعب الجزائري. طبعا هو يعني ما أدرج في قانون المالية لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات بامتيازات يعني جمركية وجبائية. وهذا كان قرار السيد رئيس الجمهورية طبعا في إطار يعني التكفل يعني انشغالات يعني طموحات ورغبات يعني بعض الفئات من المجتمع، خاصة مثلا واحد عنده سيارة يعني سيارة مهترئة، أو واحد يعني ما عندوش المدخول اللازم أو المدخرات المالية اللازمة لشراء سيارة فارهة ولا يعني. رئيس الجمهورية بعد يعني نظن أنا بعد دراسته رفقة المختصين ولا يعني أعطى امتياز لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات. فيه السائل يقول لماذا لا أقل من 5 سنوات أو أقل من 7 سنوات؟ طرح هذا الإنشاء أقل 7 سنوات، يعني إحنا ماضين إلى تجديد حظيرة السيارات الوطنية. ولا أيضا السائل يسأل لماذا يعني لما قد تم إلغاء استيراد السيارات يعني المستهلكة لوقود مادة المازوت. إحنا نعرف أنه عالميا يعني متجهة في إطار اتفاقية البيئة والمناخ، يعني فيه يعني قيود بيئية، بالإضافة إلى أنه العالم متجه إلى التخلي عن مثل هذه السيارات، وبالتالي سنشهد نضرة حادة لقطع الغيار، قطع الغيار لهذه السيارات اللي تستهلك هذا النوع من الوقود، وبالتالي وجب علينا يعني مواكبة هذا المسار العالمي، وبالتالي يعني المرور إلى بالإضافة إلى أنه مادة المازوت نحن يعني من مستوردي هذه المادة، يعني نظريا أن المادة هذه موجهة للاستهلاك التجاري. أنا أعتقد أننا وصلنا إلى صفر استيراد في مادتي المازوت يعني والبنزين تقريبا، ما نقولش صفر ولكن بنسبة جد ضئيلة يعني جد هادفة. أيضا الامتيازات، نحكي لك الامتيازات الجبائية. الامتيازات الجبائية طبعا لما تكون في امتيازات جبائية، وأيضا في السنوات يعني أقل من 3 سنوات، السيد الرئيس أعلن عن 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 دفتر شروط لتركيب السيارات. يجب أن نوفر تلك البيئة للمستثمر الأجنبي كي نبدأ في يعني حقيقة تصنيع السيارات. وكي نقول تصنيع السيارات نقول ما الهدف من تصنيع السيارات؟ هو تكوين ذلك الرأس المال البشري الجزائري الذي يستطيع مستقبلا تركيب جزائري. ونظن بهذه السياسة سنشهد تركيب أول سيارة جزائرية بإذن الله، يعني بعد تكوين يعني يكون يعني مع نهاية السنة تاريخ معين يعني احتكاك يعني الإطار الجزائري بالإطار الأجنبي يعني اللي يقوم تركيب السيارة. نظن المورد البشري الجزائري تكون عنده الخبرة الكافية يعني والعزيمة اللازمة يعني لتحقيق هذا المبتغى، ولما لا. بالإضافة إلى أن نقول لك على الامتيازات الجبائية اللي جات في إطار هذه الأحكام،
وهو أنه السيارة تشجيعا لاستهلاك السيارة اقتناء السيارات الكهربائية فيه تخفيض بنسبة 80% على هذا النوع من السيارات. وهنا وجب أيضا توفير يعني محطات الوقود، محطات يعني الكهربائية المنوطة بتزويد هذه السيارات، بالإضافة إلى يعني السيارات أقل من سنوات المستهلكة للبنزين راح نشهد أيضا تخفيض في مجمل يعني الرسوم الجمركية والمستحقات الجبائية ل 50%، حوالي 50% التي لا يعني لا يزيد سعة اسطوانتها 1800 سنتيمتر، حتى يعني يفهم المشاهد يعني الأقل من 1.8 إيسونس راح يكون فيها تخفيض 50%، بالإضافة إلى أنه اللي تكون فوق 1.8 يعني سعة اسطوانتها 1800 سنتيمتر مكعب راح يكون فيها تخفيض ل 20%. أين في يعني متى سيتم يعني الانطلاق والشروع في استيراد هذه السيارات؟ طبعا هو الملف جد وحساس يعني بعد اجتماع الهيئات المختصة ومختلف القطاعات المختصة يعني باش تكون وضوح وتكون شفافية وتكون مرونة في استيراد السيارات. نظن يعني بعد اجتماع الهيئات المنوطة بذلك راح يكون يعطى الإشارة، ممكن يعني بداية مارس راح يكون إن شاء الله بداية يعني بمعنى دخول السيارات سيكون في أفريل إن شاء الله. إن شاء الله ومتعلق يعني باجتماع القطاعات المنوطة بهذا الملف. أكيد. طيب احنا وصلنا إلى نهاية الحلقة أستاذ الأخضر السلمي، في المجموع بأن هذا القانون سيكون قانون خير على الجزائريين سواء في الجانب الاجتماعي أو الجانب الاقتصادي، هو عام سيكون عام خير. هو يعني المسار الدولة الجزائرية أو الحالة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الجزائرية الكل يشهد على أنه يعني مسارها في الإطار الصحيح، وطبعا وهذا المسار رسم السيد رئيس الجمهورية رفق مختلف يعني إطارات الدولة يعني ومنوط أيضا بترقية يعني الاقتصاد الوطني وكذا التنمية المحلية اللي راح يستفاد منها المواطن إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ الأخضر سالمي رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني. شكرا. نهاية الجزء الأول، مشاهدينا نلتقي في الجزء الثاني للحديث على القرارات التي قامت بها أيضا اليوم وزارة التجارة بعد الفصل. الجزء الثاني من برنامج مع الحدث، أهلا بسادة المشاهدين مجددا. نعرج الآن إلى ملف مهم يتعلق بتدخل إطار مراقبة المواد التي يستهلكها الفرد الجزائري. وزارة التجارة تقوم بشن حملة تحسيسية واسعة ضد كل أشكال ورموز وألوان تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري. الوزارة ذكرت أنه تم سحب أزيد من 38,000 من المواد المدرسية وألعاب أطفال من السوق الوطنية، أي ما يقدر ب 3.5 مليون دينار جزائري. مزيد من التفاصيل حول هذه الحملة التحسيسية التي قامت بها وزارة التجارة وأيضا مع المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، معنا الأستاذ فادي تميم المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك. مرحبا بك أستاذ فادي. أهلا وسهلا. أولا نضع المشاهد في الصورة، ما هي هذه الحملة وماذا تخص بالضبط أستاذ فادي؟ نزيدك فقط على المعلومات اللي مديتها. تم اكتشاف 4561 مصحف يحتوي على شعار الألوان السداسية تاع المثليين. يعني لما نقولوا هذا الأمر نعرفوا باللي رانا في مجال الخطر. هذه الحملة يعني منذ سنوات. أستاذ فادي هذه المصاحف أين تم اكتشافها؟ في السوق ويتم ترويجها وتسويقها في السوق الجزائري؟ ليست في المساجد حتى يعني ليست في المساجد أستاذ فادي. في المساجد يعني لم يكونوا على علم أنه تحتوي مثل هذه الأمور. قامت وزارة التجارة مع المصالح الأمنية بسحب هذه المنتوجات. أيضا منذ سنوات والمنظمة يعني تتلقى مثل هذه الشكاوي ونحاول دائما معالجتها بتحويلها للمصالح الأمنية اللي للصراحة كانت دائما تتعامل معها بجدية. يوجد يعني في هذا الشق يوجد نوعان،
أولا ما يتم كتابته هو على الألبسة. للأسف الشديد المستهلك الجزائري يشتري كثير من الألبسة مكتوب عليها عبارات لا يعي ما هذه العبارات، وفي النهاية ممكن تكون أن هذه العبارات نابية أو لا تمس لعقيدتنا ومجتمعنا. نقطة ثانية، ما يتم تسويقه لشعار المثليين بالنسبة للأطفال في ألعاب الأطفال الصغار، في الأدوات المدرسية، في الكثير من الأشياء، هذا ما يخلانا ندق ناقوس الخطر. الآن يعني وزارة التجارة مشكورة فدارت الحملة الوطنية حول يعني هذه الشعارات وهذه الأمور التي لا تتماشى لا مع ديننا لا مع أخلاقنا في المجتمع. أستاذ فادي، لا مع المجتمع الجزائري المحافظ. أستاذ فادي، نعم. إدخال مثل هذه الأمور أو هذه الألوان السبعة التي ترمز إلى جهة معينة، إلى المثليين لنقولها بصراحة، نعم. في الألبسة، في الأدوات المدرسية، وفي غالبها أيضا موجه للأطفال، ربما هل هذا الأمر متعمد لكي يعني خاصة للأطفال يكبروا مع هذه الألوان ويصبح بالنسبة لهم الأمر عادي، الألوان المثليين ويندمجوا معها في ألوان مدرسية وغدا اللباس وبعد غد أمور أخرى؟ يعني شكرا على الطرح تاعك. لما نحكي على مثل هذه الأمور بالنسبة للناس البالغين يعني يرفضها بتلقائيا المجتمع الجزائري بطبيعته محافظ يرفض هذه الأمور، لكن تحضير النشأ الجديد الأطفال الصغار للتعامل مع مثل هذه الأمور بشكل عادي هو يحضر لك في جيل ممكن يتقبل هذه الفكرة على المدى الطويل. لماذا يعني مثل هذه الأمور تسوق في أدوات مدرسية؟ لماذا هذه الأمور تسوق في ألعاب؟ لماذا حتى أنواع من الألعاب الإلكترونية وأفلام الكرتون تسوق لهذه الفكرة؟ هذه الفكرة عبارة عن ضرب لجيل كامل من أجل تحضيره بمثل هذه الأمور لما يكبر يولي يتعامل معها عادي بشكل هذا عادي. الشيء اللي انتبهت له وزارة التجارة، وبناء عليه هذه الحملة في شق عندها شق مباشرة مع المستهلكين، نحكيه على أولياء الأمور، نحكيه على المربين، على الأساتذة، على الناس اللي عندها مسؤوليات، أيضا في شق آخر بالنسبة للتجار في حد ذاتهم اللي يبيعوا مثل هذه الأمور عن حسن نية، هو ما يعرفش، ممكن أنه ما يعرفش هذا الرمز دلالة هذه الكلمة رمز أو هذا الشعار إلى ماذا يرمز، أيضا تحسيس للتجار. في شق آخر هو تحسيس أيضا للأطفال، أنا راح نستغلوا إحنا في الحملة هذه راح نستغلوا الفضاءات الترفيهية من أجل يعني القيام بحملات تحسيسية جوارية بالشراكة مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. أيضا بعد بداية الدراسة راح ننتقلوا للمدارس، لأنه أيضا وزارة التربية وزارة الشؤون الدينية عندهم علاقة بهذه الحملة ولازم يتحملوا أيضا مسؤوليتهم ويعاونونا لنشر هذه الثقافة لتنبيه الأطفال الصغار أيضا أنه هذه الأمور خطيرة، هذه الأمور ليست من ديننا. أستاذ فادي، هذه الحملة هل ستكون عبارة عن حملة تحسيسية توعوية بهذه الأمور، أن نشر الرسوم، نشر هذه الألوان التي ترمز إلى المثليين وغير ذلك، حملة تحسيسية، أم ستكون فيها مصاحبة لهذه الحملة التحسيسية إجراءات، يعني إجراءات حجز لهذه الأمور وغيرها؟ هي في الأول راح تكون حملة تحسيسية. في الحملة التحسيسية راح يكون عندها شق جواري، عمل جواري، وشق يعني عمل على كما يسمى على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني نحاولوا أن نوصلوا الفكرة. بعد نهاية الحملة راح تتدخل كما ذكر يعني وزير التجارة اليوم الصباح، راح تتدخل الوزارة في الشق القمعي وراح تقوم بعملية أي منتوج يحكموه يتعلق بهذه الأمور راح تكون عقوبات قاسية. وما تنساش أخي أنه لما نقوموا بالعملية التحسيسية وخاصة للتجار راح تجينا كم من التبليغات من عند التجار، أيضا المستهلك لما نفهموه أنه هذا الأمر خطير وهذا الأمر ما هوش مليح راح يقوم بالتبليغ، يعني راح نستعينه في الشق الأول تحسيس المستهلك راح يعاوننا في الشق الثاني أنه المستهلك في حد ذاته والتاجر في حد ذاته راح يبلغ السلطات المعنية من أجل محاربة هذه المنتوجات اللي للأسف الشديد ما زالت
منتشرة في السلسلة التجارية تاعنا. ولكن هذه السلسلة التجارية، هذه المواد، هل هي مواد في غالبها مواد نستوردها من الخارج، أم أنه فيه بعض المواد جزائرية هنا يتم إنتاجها محليا؟ شوف الآن، يعني الآن هو تحذير أيضا للمنتجين، لأنه ما نساوش أن المنتجين أيضا أراهم يقوموا بعمليات ديزاين، عمليات يعني تعليب ما إلى ذلك، هذه العملية يعني تنبيه لهم. لكن أغلب المنتوجات اللي راح نتلقاو فيها من ألعاب للأطفال الصغار، من أدوات مدرسية، من ألبسة، راهي للأسف الشديد راهي تدخل أغلبها بطريقة غير نظامية. لذلك الآن يعني محاربتها وحصرها راح يقلل من تداولها يعني بطريقة أخرى، يولي الإنسان اللي قاعد يهرب فيها ويدخل فيها الجزائر ما هوش هيستفاد ماديا، وراح تنقص إجراءات تهريبها. بمعنى نستطيع أن نقول، مثل ما ذكر حتى الوزير، ذكر هذا الشيء الوزير رزيق، ذكر بأنه ممكن أنه يكون فيها حملة ممنهجة من أجل ربما تعويم السوق بمثل هذه الأمور، خاصة تلك الموجهة للأطفال، بأنه حتى يصبح فيما بعد الأمر عادي بالنسبة للمجتمع الجزائري ويتعايش ويتأقلم مع هذه الألوان. خليني نخرج عن الموضوع قليلا، لكن يعني ما سأقوله سيصب في الموضوع. لو تشوف الضغط اللي تعرضت له قطر أثناء تنظيم كأس العالم من أجل الإشهار لهذه الشعارات، تفهم أنه هذا خطة عمل عالمية، ما هيش على مستوى الجزائر فقط. فعلا. يعني تشوف الضغط اللي تعرضت له قطر، والموقف المشرف اللي قامت به قطر ورفضت أنه حتى أنه أي شعار من هذا النوع يدخل بلادها بناء على قيمنا العربية، بناء على ديننا الإسلامي، يعني موقفها مشرف. ونتمنى أنه حتى إحنا في الجزائر يعني نكون موقفنا مشرف ونعمله ضد هذه الظاهرة. والأكيد أستاذ فادي تميم بأنه مثل هذه الحملة عندها أثار إيجابية كثيرة، سواء في البعد الاجتماعي أو حتى البعد الديني، البعد الشرعي، ما دام أننا ضد مثل هذه الأمور رأسا وطولا وعرضا. مثل هذه الأمور المجتمع أو الدين الإسلامي يرفض مثل هذه الأمور ويحاربها. نعم، كرستها قطر بشكل مباشر وبشكل كبير، وفي بعض الأحيان ربما جاتها مشاكل من هذا الأمر، ولكنها وقفت لحماية يعني دينها وحماية المجتمع القطري، ونحن الآن نحمي المجتمع الجزائري من هذه الأفات. عندها أبعاد كثيرة أستاذ فادي. الإشكالية ما هيش في الجيل الكبير، الإشكالية والخطر اللي خايفين منه هو جيل صغير. أذكرتها أنت، لما جيل تعودوا على هذه الألوان، جيل تعودوا على حتى في الألعاب أنه زواج نفس الجنس عادي، يعني هذا الجيل أنت قاعد تحضر جيل على وجاز، على غير الفطرة، على غير ديننا، على غير أخلاقنا، على غير قيمنا الاجتماعية، هذا هو اللي خايفين منه. لازم الآن هي الفترة أنه نوقفوا في وجه هذا المد ونحاولوا أنه نقضيوا عليه. ستستمر هذه الحملة لأسابيع لأعوام، كم ستدوم هذه أستاذ حفادي؟ ستكون الحملة يعني نتمنى أنه الحملة هو مبدئية الحملة مدة 10 أيام، لكن نتمنى أنه تمتد، يعني قلت لك عندها شق توعوي، ومن بعد الشق الثاني هو قمعي، يعني من أجل يعني محاصرة والتبليغ عن هذه المواد. نتمنى أنه المستهلك أو المواطن الجزائري يفهم يعني معنى هذه الحملة، يعاون في التبليغات للسلطات، لأنه كلنا معنيين بهذا الأمر، والحفاظ على الجيل الجديد من مسؤولياتنا. أيضا نتمنى أنه تجدد هذه الحملة كل سنة في نفس السنة، يعني في نفس الفترة الزمنية أو في فترات زمنية متفاوتة، لأنه بالفعل الجيل الجديد محتاج إلى اهتمام ومحتاج أنه نحميه قبل أن يكبر على الأعوج. والأكيد بأن الكرة يعني القسط الأكبر في يد المستهلك، سواء من حيث توعيته وأن يكون هو واعي ويرفض مثل هذه الأمور، خاصة بعض الألبسة فيه كلام يعني كلام منافي للدين الإسلامي، لما يتم ترجمته للغة العربية أو اللغة التي يفهمها الجزائريون نجد بأنها كلام منافي للعادات والتقاليد. وللأسف الكثير منا جهلا أو عمدا يلبس مثل هذه الأمور ويروج لهذه الأفكار وغير ذلك. أو بالنسبة أيضا للألوان، نجدها في الكتب، ليست في الكتب بشكل عام،
ولكن في الأدوات المدرسية الموجهة للأطفال. شكرا جزيلا لك الأستاذ فادي تميم المنسق الوطني المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، كنت معنا في هذا الموضوع الخاص بالحملة التحسيسية التي تقوم بها وزارة التجارة ضد كل أشكال ورموز وألوان تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري. الحصيلة ذكرها الأستاذ فادي وقلتها أيضا أنا في المقدمة بأنه تم سحب أكثر من 32 ألف من الأدوات المدرسية وألعاب الأطفال من السوق الوطنية، كانت ترمز لهذه الألوان وهذه الفئة بشكل كبير وموجهة كما ذكرنا لفئة الأطفال. لذلك يجب يعني أن تكون هناك مراقبة مشددة على أطفالنا. طيب، فيه موضوع آخر اليوم، وزارة الدفاع الوطني تنشر اعترافات الإرهابي الموقوف مراغني الحاج علي المدعو عقيل، إذا كان من المخرج يرينا هذا الإرهابي على يساري أو على يميني، على يساري. طيب، الإرهابي ذكر الكثير من النقاط، كان في اعترافات مطولة بثت على القنوات التلفزيونية الجزائرية، ذكر بأنه كان متأثر ببعض المشايخ ممن يحرضون ويؤثرون على أدمغة الشباب الجزائري. الاعترافات تقريبا اعترافات الإرهابي عقيل صبت كيف انضم عقيل وشخص آخر معه لجماعات إرهابية في سوريا، وكيف تعمل هذه الجماعات الإرهابية على تنظيم وتدريب كل الشباب على السلاح، التعامل مع السلاح، وأيضا التعامل مع الهروب الكر والفر، والتعامل متى يتم الهجوم، متى يتم الدفاع وغير ذلك. بعد ذلك ذكر الإرهابي الموقوف بأنه عرف خطط هذه الجماعات الإرهابية فقرر الفرار والعودة إلى الجزائر. بعد ذلك تم إلقاء القبض عليه هنا في الجزائر في حدود 2012، يتم سجنه هنا لأربع سنوات، يخرج في سنة 2016 هذا الإرهابي الذي ترونه الآن، وبعد ذلك يخوض في أمور التجارة بشكل عادي إلى غاية سنة 2020، يعني يتعرف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا نفتح قوس على مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى غسل أدمغة الشباب وأدمغة الأطفال. لذلك تعتبر المراقبة شيء مهم جدا بالنسبة لكل هذه الفئات. يعني وذكر بأنه الشيء الذي كان يستهدفونه هو الاقتصاد الوطني عبر يعني ضرب حقول بترولية، أيضا المساس بشخصيات وطنية على حد تعبيري، هكذا ذكر. كان ذكر بأنه كان هناك يتكلم على التنظيمات الإرهابية في يعني إفريقيا وغير ذلك، ذكر الكثير من النقاط. المهم في الخلاصة بأن هناك يجب الحيطة والحذر في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه ذكر أنه أسس موقع للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك، تواصل مع أناس كثر من بينهم شخص من دولة أخرى جارة تونس ينشطون في قضية التنظيم الإرهابي. لذلك الحذر مطلوب في هذا الشأن. في موضوع آخر قبل أن نختم مشاهدينا اليوم، وزير الصناعة الصيدلانية أعطى موعدا لبداية إنتاج الأنسولين في الجزائر الذي سيكون بداية من 10 جانفي الحالي، مع إمكانية تغطية 50% من حاجيات الجزائريين من الأنسولين بمعدل إنتاج 60 مليون قلم سنويا. ذكر السيد عون أيضا بأن هناك مصنع جاهز لإنتاج الأنسولين. بخصوص أيضا عرج السيد عون إلى ندرة الأدوية، ذكر بأن هناك ندرة في 5 أصناف من الأدوية، وذكر بأنه لا يجب تخويف المريض من الندرة، وقال بأنه سنحاسب كل من يتكلم عن ندرة الأدوية بدون دليل بالتأكيد.
طيب هذا كان أخبارنا لنهار اليوم مشاهدينا الكرام، نعود إليكم في أخبار جديدة غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.